الو. الو. ايوه. ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله كويسه. انا بتابع حضرتك على طول ومكلمك قريب، وطلبك عشان محتاجه مساعدتك جدا انك تنصحني اني بسمع كلامك. انا تحت امرك. ده تحت امرك، اتفضلي. انا كلمتك من 10 ايام بس على قناه اليوتيوب، وقلت لك ان انا اتخطبت لواحد بحبه وما كانش راضي يكمل لي الذهب. اكيد فاكرني قلت لك ان هو عزمني عند حد قريبه وكان بيقول لي لا تتفاهم معايا كده. اكيد افتكرتني صح؟ افتكرت. انا جبته وجبت اهله، وبابا كلمه وقال له انت لازم تيجي يعني تشوف هتعمل ايه في موضوع الذهب. قال له تمام. جاب اهله وجم وكلمه مع اهلي واتفقوا ان هم يجيبوا لي ايه كم مزيد ذهب يعني في شهر 2 الجاي وكده. إيه هو في وسط القعدة بقى يرمي كلام لأهلي ان هو عاوز يسيب الذهب ده للفرح، فمحدش من اهلي ردوا عليه، يعني كانوا بيتوهوا معاه في الكلام. وليه بيتوهوا معاه في الكلام؟ ليه ما قطعوش عرق وساح ودمه يعني؟ لا هم عملوا ان هم خلاص اتفقوا على موضوع ان هم يجيبوا في شهر 2 خلاص. فهو بقى دلوقتي شايف ان هو ان اهلي كده ضغطوا عليه وان ده موضوع ضغط عليه وان هو ظروفه ما تسمحش دلوقتي. طيب ما هم قعدوا واتفقوا، وهو لما قال لهم لا انا عايز اجله للجواز ما كانوش كانوا مفروض يقطعوا عرق وساح ودمه؟ ما كانش ينفع يخلوا الكلام تايه كده؟ لا هم هو بيقول لهم انا كنت بعرض عليها بس هي بتقول لي لا واهلي مش هيوافقوا، بس انا كنت عايزه افهم ده ليه. انا اهلي طنشوا كلامي يعني. فانا قلت لهم اهلي عمرهم ما يوافقوا بحاجه زي دي، وانا عمري ما هوافق بحاجه زي دي. ده وعد واتفاق منك ليا. فقال لي تمام ماشي انا هعمل لك اللي انت عاوزاه، بس ده كان ضغط عليا وده مش في ظروفي ان انا اعمله دلوقتي وانت شايفه الدنيا وحال البلد عامل ازاي وكده. قلت له تمام. المشكله في الاسامه هنا انا مش فاهمه. بيقول لي انا مامتي وبابايا يعني عايشين مع بعض، بس ان هم منفصلين بس عايشين مع بعض في بيت واحد بقالهم 15 سنه بسبب ظروف كتير حصلت. فهم عشان ما تمشيش وتسيب البيت وعشانهم كده ما كانش عندهم ان هم في حاجه اسمها انفصال. هي عايشه يعني في اوضه وبابا في اوضه واحنا عايشين مع بعض عادي، ما فيش تعامل مع بعض خالص. من ناحيتها ان هي قافله خالص، هو الموضوع ده فيه حرام. هما بالنسبه لهم ان لما جم سالوا كده عننا فهم شافوا ان الاهل والبيت كويسين، بس الموضوع ده حرام، هما مش حرامين. انا لما جيت يعني باباكي ومامتك متطلقين؟ لا هما مش متطلقين، هما منفصلين بس عايشين مع بعض في بيت واحد، بس طلاق رسمي لا. طب يبقى مش حرام ولا حاجه؟ ايه اللي حرام في كده؟ هي قطعوا الكلام معاه خالص، ما بيتكلموش بس عايشين مع بعض. يا ستي مهما كان هي لسه زوجته على ذمته. تمام. وتجوز له وتحل له، يبقى مش حرام. الحرام لو طلقها رمى عليها اليمين وهي طالق وعايش معاها بنفس البيت. تمام، بس ان هي محرمه نفسها عليه وان هي ده موضوع بينها وبين نفسها، بينها وبين ربها، انما هم ما يتكلموش فيه. هو بيقول لي ان ده حرام وان مامتك هتشيل ذنب وان هي انت مالك ومال امي، ما تشوف خليك في امك انت. هو بيقول لي ده يعني ده جموديه قلب منها، وان هي كده قست عليه ان هي مش تتحن ان هي ترجع له ولا اي حاجه، ده حرام. فهو بيقول انا لما حطيت ما بيني وما بينه مشكله وانا ليا حق، فمن يعني هو بيعمل حاجات كتير قوي عملها في حياته معايا فانا استحملته، فهو من كتر ما ضغط عليا انا طلق يعني كنت بعدي عشان انا بحبه. فجيت بقى في وقت طلعت له اللي جوايا انت عملت كذا وكذا وكذا، حتى لو انت ده طلع لي جوايا. بيقول لي انت ازاي كنت انت كده ما بتسامحيش زي مامتك كده، جواكي ما بتنسيش ما بتعديش، انت لو عدى سنين هتفتكري. هو مش لسه كان بيلوم على امك ويقول عليها ان هي حرام اللي بتعمله؟ بيقول لي طب ودلوقتي جاي بيقول لك انت ما بتسامحيش زي امك؟ بيقول لي انت كده مش هتسامحيني، انت كده هتفضلي بتشيلي جواكي وتعذبيني بعد ما عملت الحاجه دي. تنسي لي حاجه. فبيقول لي انت هتعملي زي ما انت. قلت له انت مالكش دعوه بمامتك، لان ماما مرت بظروف ممكن تكون قست عليها ان هي توصل لمرحله زي دي. فهو شايفني ان انا دلوقتي يعني ايه خايف لا يتحط في موقف مامتي وبابايا. بيقول لي انا لما جيت اتقدمت لك احنا اهلي قالوا لي احنا ما نعرفش البيت اللي احنا داخلين ده ايه، احنا هنجيب دجله عشان خاطر نشوف البيت ده شكله ايه. جايين يجربوا يعني وهيأجروا عجله. ايه بعدين شويه يقول لي انا ما رضيتش اجيب لك الذهب عشان خاطر انا كانت ظروفي ما تسمحش دلوقتي. ما احسن مشكله اكتشف كلام جديد، فانا مش عارفه الحقيقه فين. انا فعلا اهلي قالوا لي هو فعلا عامل كده يعني جاي داخل تجربه يشوفوا اهلك العيشه عامله ازاي.
انا لا ما ينفعش. بص يا بنت الناس، الجواز ده ارتباط ربنا سبحانه وتعالى مشرعه ومحلله طبعا، فلازم يكون زي ما يعني زي ما بيقولوا كده، تسمعي المثل بيقول دخلنا بالمعروف ونخرج بالمعروف، مش كده؟ فلازم يكون الدخول بالمعروف. اللي انت بتتكلمي فيه ده ما فيهوش معروف، ده واحد رايح يشتري عربيه فطلع يعمل اختبار القياده في التوكيل عشان يجربها يشوف هتاخد معاه ولا لا، وقال لهم والنبي طب ادوهاني بس شهر اجربها، لو عجبتني ابقى اشتريها. يعني ايه جايب لك دبله وهيجربك ويجرب البيت؟ هو بيقول لي اهلي بيقولوا لي احنا بنعفي وبنسمح، يعني مش متقبلين وضع البيت عشان هو حرام، بس احنا يعني بنحبه. خلاص يا عم، طالما ليك في الحرام مالكش في الحرام، وانت شايف ان احنا عايشين في الحرام، خليك انت في حلال اهلك واتكل على الله، ما تجيش عندنا. المشكله ان انا يعني هو كان انا يعني ايه، هو قال لك انا خلاص انا بحبك وانا عايزه اكمل معاكي وماليش علاقه بقالك، بس انا عايزك تكوني كويسه معايا ومش عايزه احط نفسي في التجربه بتاعت مامتك وباباكي تاني. قلت له انا عايز اسال سؤال، تجربه مامته وباباه عامله ازاي؟ ان هما كويسين مع بعض. من انت ايش عرفك؟ هو بيقى انت تعرفي بالظبط تجربه ابوه وامه فيها ايه؟ لا. مع انا اسف انا ما بحبش اخوض في اعراض، انت تعرفي امه بتتصرف ازاي وعاشت ازاي؟ ابوه بيتصرف ازاي وعاش ازاي؟ لا. ولا احنا لينا في الظاهر اللي طالع قدام الناس؟ ايوه. طب بما ان لينا في الظاهر، يبقى الظاهر بتاعكو ان ست محترمه قاعده في بيتها وراجل محترم قاعد في بيته ومربيين بنتهم وعايشين في البيت، ده الظاهر. حلو؟ اه. انا بقى راجل عايش في بيتي مع مراتي ومختلفين وخايف على اولادي، فانا قاعد في اوضه وهي قاعده في اوضه وبعملها بما يرضي الله وهي بتعملني بما يرضي الله، بتاكلني وتشربني وانا بصرف على البيت والدنيا ماشيه عشان احافظ على البيت، ده موضوعي مش موضوعهم. ما مش فاهمه هم حاسين مامتي معاهم معاه في الموضوع ليه، اللي هو انا مش فاهمه، دي حاجه غريبه قوي. المشكله يا استاذ اسامه ان هو جه في وقت انا دخلت حياته كان فيه بني ادمه هي اكبر منه باربع سنين، البني ادمه دي كانت اخته، يعني معتبرني اخته، قال لي دي اختي وهي اللي عارفه عني كل حاجه، هو كان عارفها عن طريق شغله واهله عارفينها وهم اصحابه كده. انا تقبلت الموضوع وقلت ما فيش مشكله، اخته اكبر منه والموضوع عادي صاحبه عليها، وطالما صراحك يبقى هو بني ادم كويس. الموضوع فجاه لقيتها بقى مدخلها في حياتنا بطريقه غبيه، يعني على طول معايا في كل حاجه، على طول معايا في كل حاجه، قالت كانت بتصعب عليا. قلت له مش من كتر ما انا حسيت ان البني ادمه دي مشاركاني الشخص ده، انا اتخنقت، فضلت اتحمل وعدي عشان 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 كتير، لحد ما جت اتخطبت هي عملت احترام لخطيبها، فانا عملت بقى كنترول اللي انت لازم تحترمني زي ما هي عملت، هو شاف ان هو غلط في حقي. بس جيت مع الوقت انا البني ادمه دي لقيتها عامله لي مشاكل كتير قوي في حياتي وبتوقع ما بيني وما بينه، حتى هو اعترف لي قال لي دي كانت بتوقع مشاكل وكانت يعني على قد ما هي كانت بتصلح ما بيني وما بينك، بس كانت بتخلينا اتخانق معاكي كتير. جيت في وقت قمت انا قلت بيقول لي لما عرفت ان هي كانت سبب في مشاكل في حياتي. بصي انت برضه دخلالي في موضوع فرعي تولع البنت دي والقصه دي كلها ولا ليها اي لازمه عندك. تعالي نتكلم في اساس الشغلانه عشان نلخص ونفهم القصه ماشيه ازاي. واحد جاي يتقدم لواحده، الواحده دي عايشه في بيتها مع ابوها وامها، ابوها وامها مختلفين في الفكر، فقرروا ان هم يحافظوا على الاسره ويحافظوا على البنت، فقعدوا قال لها يا ستي انت في اوضه وانا في اوضه وكل واحد ينام براحته ويصحى براحته وخلاص، طالما انت مش عايزه مش مستريحالي متضايقه مني مش طايقه ريحه نفسي وانا كمان ما بقتش طايق ريحه نفسك، ادينا عايشين اصحاب، بس انت مراتي وعلى ذمتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، واحنا قررنا ان احنا ننفصل واحنا عايشين، انت احنا احرار. يجي واحد عايز يتجوز بنت الراجل ده يخش يقول اصل انا اهلك قارصين عليا، على فكره لا اهلك قارصين عليا ولا حاجه، سوري لا اهلك ابوكي منفصل وانا خايف تطلعي زيهم ولا لا، فهنجرب. لا هو مش عايز يجيب الذهب، فبالتالي بيدور لك على اي حجه، قال لك اجيب دبلتين ونجرب، اصل انا مش قلقان من حكايه العلاقه بتاعت ابوكي وامك، مش عايز يقول لك ان هو اساسا ماهوش فلوس يجيب الذهب، او اساسا مدكن القرشين دلوقتي مش عايز يطلعهم يجيب الذهب. بالظبط. يا بنت الناس، اللي بيتجوز ده بيثق في الطرف الثاني، بيديله عمره مش شويه ذهب، بيديله حياته. ابوكي وامك لما وافقوا هيدوله من عندهم اغلى حاجه في الوجود، بنتهم عرضهم شرفهم، فما ينفعش ابقى انا بدي عرضي لواحد بديهوله وانا متراضي وراضي وفرحان ان بنتي هتتجوز
ويجي الواحد ده يقول لي طب بص يا عم الحاج انا مش هجيب جبلتين الا لما اجرب بنتك، ده لو بنتي وجالي وقال لي البقين دول ده انا احطه على الارض واحط جزمتي فوق دماغه واهرسها برجلي واقول له اطلع بره، انا ما عنديش بنات للجواز، لما هجوز بنتي هجوزها الراجل مش هجوزها الكلب.